السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن نموذج سلوك المستهلك. نبدأ مع هذه المقدمة. يستخدم مدخل النظم لتفسير قرارات الشراء الاستهلاكي أو الصناعي. هنا قرار شراء إما بغرض الاستهلاك أو هناك قرار صناعي، يعني هناك قرار استهلاكي يصل إلى المستهلك النهائي، وهناك قرار شراء صناعي يشتري المواد الخام أو السلع النصف مصنعة بغرض الإنتاج أو إعادة البيع. فتشكل مثيرات السوق كالمنتج والسعر مدخلات للنظام. الآن السعر والمنتج هما عبارة عن مدخلات للنظام. السعر لأنه هذا بده يكون له ضوابط ومحددات بحيث أنه يأثر على القرار الشراء إلى المستهلك. وكذلك السعر، عندما نتحدث أنه إحنا عندي منتج وعندي سعر، أنا بتكلم السعر بدي يناسب قدرات المستهلكين، وكذلك المنتج بدي يلبي حاجاتهم ورغباتهم أو يفوق حاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم. في حين تمثل خطوات القرار الشرائي العمليات في هذا النظام. خطوات القرار الشرائي هذه العمليات في هذا النظام الذي نتكلم عنه مدخل النظم. وتعتبر قرارات الشراء كوقت الشراء ومكان الشراء مخرجات لهذا النظام. يعني أنا عندي النظام مدخلاته السعر والمنتج، عندي العمليات اللي هي بتمثل خطوات القرار الشرائي، الختام اللي هو القرارات الشراء ووقت الشراء ومكان الشراء هم يعتبر مخرجات هذا النظام. إلا أن عملية قرار الشراء تتأثر بالمؤثرات الشخصية للمشتري كالدوافع والإدراك من جهة والمؤثرات البيئية. إذا أنا عندي مؤثرات شخصية للمشتري، إيش دوافعه وإيش رغباته وإيش بحبه وإيش تطلعاته، الإدراك من جهته، وكذلك المؤثرات البيئية التي سنتحدث عنها بالتفصيل كالعوامل الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى، والشكل الآتي يوضح ذلك. لتوضيح نموذج سلوك المستهلك نتناول عناصره كما يأتي. الخصائص الشخصية للمشتري، تختلف الخصائص الشخصية من مستهلك لمستهلك آخر باختلاف البيئة اللي بعيش فيها. هناك خصائص شخصية لهذا المستهلك وخصائص شخصية لهذا المستهلك تبعا للبيئة التي يعيش فيها. فكل منا له شخصيته التي تطورت عبر سنوات حياته إلى أن أصبحت سمة فريدة تميز عن غيره. النشاط الآتي يوضح بعضا من جوانب الشخصية. نتعرف على جوانب الشخصية. بين أيدينا هذا النشاط. خصائص المستهلك، يحتوي الجدول الآتي على مجموعة من المتغيرات الشخصية للمستهلك، المطلوب تصنيفها حسب علاقاتها بجوانب الشخصية. هنا المتغيرات الشخصية، الاهتمامات تصنف من ضمن نمط الحياة، الفئات العمرية تصنف من الخصائص الشخصية الديموغرافية. الديموغرافية يعني نتكلم عن فئات عمرية في المجتمع، نتكلم عن اللي هو الذكور الإناث في داخل المؤسسة في داخل الدولة. الأنشطة الممارسة نتكلم عن نمط الحياة. الشعور بالجوع نتكلم عن دوافع، شعور توتر داخلي وهذا ينتج عنه اللي هو الدوافع. غربلة البيانات، هنا نتكلم عن إدراك الجنس في البيئة الديموغرافية. التذكر الانتقائي للأشخاص، هنا إدراك. الآراء المتبنى، نتكلم عن الحقائق لأنه كل إنسان له نمط في حياته يختلف عن الآخرين. تقدير الذات، هنا نابع من الدوافع أنه أنا ممكن بدي أشتري هذه السلعة تقديرا لذاتي. التفسير الشخصي للمعلومات، نتكلم عن الإدراك. أما الشعور بالخوف، نتكلم عن الدوافع أنه الإنسان لأنه بيشعر بالخوف فبدي يشتري أشياء يشعره بالأمان. المهنة المزاولة، هذه تنتمي إلى البيئة الديموغرافية. مما سبق أن الخصائص الشخصية للمستهلك تتكون من مجموعة من الجوانب. هناك خصائص ديموغرافية للمستهلك تضم مجموعة من العوامل التي تصف الجوانب الظاهرة من شخصيته، مثل السن والجنس والمهنة ومستوى الدخل، وتختلف حاجاته ورغباته باختلاف هذه العوامل. حاجات كبار السن تختلف عن حاجات الأطفال، تختلف عن حاجات الشباب، وكذلك الجنس الذكور يختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم عن الإناث. المهنة كذلك، أصحاب المهن، وأن المجتمع مجتمع متمدن، مجتمع متحضر، مجتمع مدني ولا مجتمع زراعي. المستوى الدخل، كل ما كان مستوى الدخل عالي كل ما دور على السلع الكماليات، كل ما كان المستوى متدخل كل ما المستوى الدخل متدني كل ما دور على السلع المتدنية، حيث تختلف الحاجات والرغبات باختلاف هذه العوامل.
أما عندما نتكلم عن الخصائص الشخصية اللي هو اللي بتتكون من الدوافع، تعبر عن حاجات غير مشبعة بدرجة كافية لدى المستهلك. يعني في حاجات غير مشبعة عند المستهلك فبدي تولد عنها سلوك وقرار شراء تضغط عليه وتحركه للبحث عن وسيلة معينة لإشباعها، مثل الجوع. هذا دافع ينتج عنه الدافع، هذا الجوع توتر داخلي ينتج عنه سلوك اللي هو شراء الطعام. العطش، الخوف، يبحث الإنسان عن أشياء يشتريها لكي تؤمن حياته، الحاجة للانتماء، الحاجة للتقدير، المكانة الاجتماعية، كل هذه أشياء يبحث الإنسان عنها مما يضطره لطلب خدمات أو طلب سلع. وتختلف دوافع الشراء لدى المستهلكين، فمنهم من يشتري المنتج لإشباع حاجات نفسية، يعني هو اشتراه للتفاخر أو التباهي أو جذب الانتباه. يعني هو راح يحتسب فنجان قهوة في أحد الفنادق بتكلفة 300 شيكل، بتكلفة 30 شيكل، في حين هو يباع على جانب الطريق ب1 شيكل. هو اشتراه بهدف إشباع حاجات نفسية، يشعر بالتباهي والتفاخر وما شابه ذلك. ومنهم من يشتري لإشباع حاجات مادية كانخفاض سعره أو ارتفاع جودته، هنا بدي يشبع حاجات شخصية، هو اشتراه ب1 شيكل بس عشان يلبي حاجاته الشخصية. أما هنا بنتكلم عن الإدراك، هو عملية يتم بمقتضاها اختيار وتفسير المعلومات ثم إعطائها معنى خاص يساعد على فهم ما يدور في المحيط، إذ يتأثر المستهلك بثلاثة أنواع. إذا نتكلم هنا عن الإدراك، نتكلم عن اختيار، أنا بكون عندي عدة بدائل، أنا بدي أختار حاجة، بدي أفسر المعلومات التي تلقيتها عن هذه المنتجات ثم إعطائها معنى خاص يساعد على فهم ما يدور في المحيط وما هو المطلوب مني. فيتأثر المستهلك بثلاث أنواع: العمليات الإدراكية، الانتباه الانتقائي القائم على تركيز المستهلك على مثير معين دون غيره، أنا بدي هذه الشغلة فقط ما بدي غيرها، تمام، بما يتوافق مع حاجاته واهتماماته وخبراته. فالدمى مثلا تشكل مثير للأطفال، أنا بدي دمية، كيف شكلها، كيف لون المم، أنا بدي دمية، هذه تعتبر عملية إدراكية انتباه انتقائي، تمام. التحريف الانتقائي قائم على تفسير المعلومات بطريقة تدعم معتقداته وتتوافق مع قدراته العقلية والنفسية واتجاهاته. الآن أنا هنا عندي تحريف انتقائي، بدي أعمل عملية تفسير لهذه المعلومات وتحليل لها بحيث تدعم معتقداتي، إيش الأشياء اللي أنا بعتقدها باتجاه هذه الأصناف، وتتوافق مع قدراته العقلية بناء على المستوى العقلي لهؤلاء الأشخاص والنفسي واتجاهات وميول هؤلاء الأشخاص. أخيرا الاستبقاء الانتقائي قائم على تذكر ما يتوافق مع اتجاهاته واحتياجاته واهتماماته. يبقى أنا استباق انتقائي، بدي أعمل عملية توافق مع الاتجاهات والاحتياجات والاهتمامات. فبعض الشباب يفسرون شرب الحليب مثلا على أنه مظهر من مظاهر الطفولة، لذلك هذا الصنف ما بينفع يشتري هذا الشاب، إنما ممكن نضيف عليه شوكو، ممكن نضيف عليه أطعمة بطعم الفراولة ما شابه ذلك، يصير هو مرغوب له، شكل العبوة يكون مرغوب ومتناسق مع الشاب، بحيث أنه يصبح استباق انتقائي لهؤلاء الأشخاص أنه أنا قدرت أثر عليه يشتري هذا المنتج ولكن بطريقة لبقة أخرى. نتكلم الآن عن البند الرابع، نمط الحياة، وهو طريقة معيشة الفرد المعبر عن نشاطاته اللي بيمارسها. إيش نمط حياته وإيش الطريقة اللي هو بيعيش فيها ونشاطه اللي بيمارسه في حياته، إيش الاهتمامات اللي هو بيركز عليها بناء على البيئة اللي بيعيش فيها، الآراء اللي بتبناها بناء على آراء أسرته وبيئته ومجتمعه. فالمغتربين العائدين يميلون لارتياد مواقع تجارية أو ترفيهية معينة ذات نمط حياة يماثل بيئة الحياة العائدين منها، بدور على أشياء تناسب البيئة اللي كان أو طلع منها. طيب الخصائص البيئية، يؤثر على سلوك المستهلك مجموعة من الخصائص البيئية التي لا يمكن التحكم بها من قبل المنشأة. إذا هناك أشياء بقدر أنا أتحكم فيها وهناك أشياء أنا ما بقدر أتحكم فيها، هناك عوامل داخلية يمكن السيطرة عليها وهناك عوامل خارجية يصعب السيطرة عليها، مثل الخصائص الاجتماعية، الخصائص الثقافية، والخصائص الاقتصادية. هذه الأشياء أو البيئة التي يعيش فيها المستهلك يصعب على المؤسسة أن تسيطر عليها بشكل تام، ولكن تستفيد من هذه الفرص وتحاول أن تخفف من حدة التهديدات التي تأتيها من البيئة الخارجية. خصائص البيئة الثلاث، لاحظ هنا النشاط الآتي:
الخصائص البيئية فيما يأتي مجموعة من متغيرات البيئة الخارجية: البطالة، الأسرة، الدين، التقليد، الزواج، الدين، التقاليد، الزواج، الدخل، العادات، الضرائب، الجماعات المرجعية، التضخم، القيم. المطلوب تصنيفها حسب تبعيتها لكل نوع من الخصائص البيئية بوضعها في العمود المناسب. الخصائص الاجتماعية تتكون الأسرة، الجماعات المرجعية. أما لما نتكلم عن الخصائص الثقافية: عادات وتقاليد، زواج، دين، قيم. الخصائص الاقتصادية نتكلم عن بطالة، تضخم، دخل، ضرائب. أما عندما نتكلم عن الجماعات المرجعية، أي جماعة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الفرد أو على مواقفهم نحو شراء منتج معين، كعلماء الدين والمشاهير وأفراد العائلة، هذه تعتبر جماعات مرجعية يمكن التأثير عليها، ويمكن اللي هو تأثيرنا على هؤلاء المرجعية، وبالتالي أنا بكون سيطرت على الجميع. إذا أنا وصلت للمرجعية فأتخذ هذا القرار، فبالتالي كل الناس اللي بيحبوا هذا الشخص وبيميلوا إله حيرغبوا لأنه صورته عليه، حيرغبوا لأنه مقولاته وكتاباته عليه، حيرغبوا لأنه هذا الإنسان شفناه لابسه أو بحبه أو بعظمه. لذلك هذه فرصة للمستهلك أن يلجأ إلى هذه الأشياء، فتكون فرصة إله أو تهديد يشكل عليه. ننتقل الآن إلى القرار الشرائي. يمر القرار الشرائي للمنتجات لدى المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي بمجموعة من الخطوات المتسلسلة. النشاط الآتي يوضح ذلك. نشاط رقم 5: خطوات القرار الشرائي. فيما يأتي خطوات عملية القرار الشرائي مرتبة ترتيبا عشوائيا. المطلوب ترتيب هذه الخطوات حسب تسلسل تنفيذها، وذلك بوضع رقم الخطوة في المكان المناسب. نبدأ، الإنسان بيدرك الحاجة أنه أنا فعلا محتاج هذا الصنف. الآن بعد ما بيدرك أنه هو محتاجه، بده يصير يبحث معلومات عن هذا الصنف، إيش مكوناته، إيش حاجاته، إيش رغباته، كيف سعره. طيب بعد ما بيعرف المعلومات، الآن بده يقيم البدائل، إيش في بدائل متوفرة عندي. الآن أنا عرفت أنه في عندي بدائل، بدي أعمل لها عملية تقييم. الآن بدي أخذ قرار الشراء، ومن ثم أقيم عملية هذا القرار اللي أنا أخذته. تمر عملية القرار الشرائي بمجموعة من الخطوات. تبدأ بإدراك الحاجة، أنه أنا فعلا محتاج هذا الشيء، وهو أنا الإحساس بالمشكلة. يليها البحث عن معلومات، أنا بجمع معلومات عن هذا العمل اللي أنا بدي أشتريه أو هذه الفكرة، ثم أقيم البدائل المتاحة أمامي، ومن ثم أتخذ عملية قرار الشراء. أخيرا بعد ما أنا أخذت قرار الشراء، بقيم القرار، هل كان القرار ناجح أم غير ناجح. إذ يمكن توضيح هذه المراحل من خلال المثال الآتي. لاحظ هنا مثال رقم 1: يرغب حذيفة بشراء سيارة جديدة بسبب كثرة أعطال سيارته القديمة وارتفاع تكاليف صيانتها. فيما يأتي توضيح لخطوات عملية قرار الشرائي. عند إدراك الحاجة، هو أدرك أنه هو في حاجة لسيارة جديدة بسبب كثرة أعطال السيارة القديمة وارتفاع تكاليف صيانتها. أدرك أنه هو فعلا أنا بحاجة لسيارة. الآن بدي أبحث عن معلومات، إيش في بدائل متاحة من السيارات الجديدة. بدي أدور في المواقع الإلكترونية المتخصصة بالسيارات، المجلات، الأصدقاء، العائلة، زملاء العمل، بدي أذهب لمعارض السيارات، الناس اللي بيبيعوا السيارات. الآن بدي أقيم البدائل، حط وضع معايير سيتم الاختيار على أساسها: السعر، مكان الصنع، المتانة، آراء الخبراء، آراء الأهل، آراء الأصدقاء، لونها، عرضها، طولها، استهلاك الوقود تبعها، متناسقة مع الكراج، مش متناسقة، متناسقة مع عدد أفراد الأسرة. في عنده بدائل كتير وبدي قيمها، وهذه الأشياء اللي هو بدي بناء عليها بدي قرر. الآن بدي أخذ قرار الشراء، اتخاذ القرار النهائي بالشراء أو عدم الشراء. ممكن أنا ما يعجبني وما أشتري، تمام، وذلك حسب نتائج عملية التقييم وإمكاناته المالية. الآن أنا احتياجاتي ورغباتي متوافقة مع إمكانياتي المالية، فإذا قرر حذيفة الشراء يجب عليه اتخاذ سلسلة من القرارات المرتبطة بمكان الشراء وزمان الشراء وكيفية الدفع. يعني أنا من وين بدي أشتري، مين بدي أشتري، ومتى بدي أشتري، وكيف بدي أدفع له كاش أم تقسيط. تقييم القرار: لا تنتهي عملية الشراء بمجرد شراء حذيفة للسيارة، حيث أنه يبدأ بمقارنة النتائج التي حصل عليها بما توقعه من شراء السيارة، فقد يشعر بالفرح والرضا أو الخيبة وعدم الرضا. في الآخر أنا أخذت قرار وأخذت هذا الصنف. الآن هل هذا الصنف لبى حاجاته ورغباته؟ أكيد حيشعر بالفرح والرضا. أما إذا ما لبى حاجاته ورغباته، أكيد حيكون مش مبسوط. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.